إذا كنتم من الزبائن الشريحين لمطعم معين، تحب مطعم معين في قريب منك، بتحب دائما الطعام الذي يقدمه هذا المطعم بسبب مش معروف، دائما بتحب تروح هناك ولا تستطيع أن تعيش دون ما تشتري من هذا المطعم أو هذا المتجر أو المحل، فعليكم الاستماع إلى هذه القصة القادمة من الصين، والتي يمكن شوي تفهمك شو القصة. في الصين ضبطت الشرطة المحلية هناك في الصين ضبطت الشرطة المحلية هناك صاحب مطعم شعبي كان يقدم طبق النودلز الآسيوي الشهير مبهرا بمسحوق قشر الخشخاش الأفيون، وهو ما كان يجعل الطعم أفضل إلى حد كبير ويجعل هذا المطعم يتكسب من خلال إدمان الزبائن حرفيا لكل ما يتم تقديمه، وهو ما أثر إيجابيا طبعا على عدد الزبائن الذين كانوا يعودوا دائما ولا يستطيعون الاستغناء عن وجبات مطعم لي. كل مطعم في الصين إما لي أو تشانغ، على كل هذا المطعم كان يستخدم إذن الخشخاش في الطعام بشكل سري طبعا. لسوء حظه كان أحد زبائنه من محبي مشاهدة الفيديوهات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال تصفحه وقع على فيديو تحذيري يشرح طريقة جديدة يقوم بها أصحاب المطاعم تتلخص في خلط المخدرات بالأكل، وهو ما تطابق كثيرا مع شعور هذا الزبون الذي أبلغ عن المطعم كان فعلا هذا ما يحدث. طيب، الرجل صاحب المطعم دافع عن نفسه بالقول إن الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا لفترة طويلة هو ما دفعه لهذا الفعل، محاولا تعويض هذه الخسارة الكبيرة أثناء جائحة كورونا. وارتفعت المبيعات بشكل كبير بعد استخدام هذه الطريقة المهمة والكبيرة، ورفعت أسعار المأكولات عنده. طيب، خلينا نأخذ شوية تعليقات على هذا الموضوع. إيمان ما قالت: أنا أقول ليش كل هالوقت ما أقدر أفطر فلافل من مطعم أبو نبيل اللي بحارتنا، ما أقدر ما أفطر. طبعا مش عارف شو ممكن أحط لك بالفلافل، بس ممكن تكون فلافله طيبة. طيب، محمد رافع يقول: كيف يعني الخشخاش يخلي طعم الأكل أفضل؟ النبتة مرة جدا وغير صالحة للأكل ولا تجعل من الطعام أفضل، بل العكس. من وين تعرف أنه طعمها مر يا أبو حميد؟ على كل هاني، بعدين بالصين ما بتفرش كتير هذا موضوع مر وحادق وكذا، كله طيب. هاني: أتحداكم أن تجدوا مخدرا في الطعام كما المخدر الموجود بشكل طبيعي في المنسف. ما عمري شفت حدا أكل منسف وكمل حياته بشكل طبيعي، وأنا أضيف أو ما قلب على ظهره. على كل هذه هي فقراتنا اليوم، إلى هنا نقول قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. شاركونا بقصصكم وأخباركم عبر منصاتنا الرقمية، نعود ونلقاكم غدا في نفس التوقيت. إلى اللقاء.